مجلس الوزراء أقر يوم أمس الاثنين نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024. حبينا نحكي في هذا الموضوع لأنه كثير من المواطنين مركبين طاقة شمسية أو بدهم يركبوا طاقة شمسية في منازلهم، وطلبوا منا أن نتابع هذا الموضوع وهل تم إعادة النظر في آليات منح موافقات تركيب أنظمة الطاقة المتجددة. هذه المواضيع الهامة بنناقشها مع المهندس زياد السعيد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. مهندس زياد صباح الخير. صباح الورد أخي أبو هيثم، وصباح الخير لفريق العمل لجميع مستمعي إذاعتك. يا هلا بيك. يعني احنا بنعرف حرصك الدائم على أنه توضح للمستمعين كل الملاحظات اللي لها علاقة بهذا الموضوع. خلينا نبدأ بسؤال، في ناس كثير مركبين طاقة شمسية وفي ناس بدهم يركبوا، هل اللي بدهم يركبوا راح يختلف نظام تراخيص موافقات وتركيب عن النظام القديم للي ركبوا مثلا؟ أخي أبو هيثم الله يسعد صباحك. صباحك. هاي اللي راكب عنده نظام طاقة شمسية أو اللي حاصل على موافقة أو مقدم طلب قبل 1/6 سيبقى على النظام السابق، واللي بعد 1/6 تقدم بطلب سيكون على النظام الجديد. اللي هو النظام الجديد سيدي، هناك مجموعة من الخيارات للمشترك أو للمواطن للذهاب إليها، يعني هو يختار النظام الطريقة اللي تناسبه وإحنا علينا أن نساعده. هلا الخيار الأول اللي هو صافي القيمة، يعني اليوم بإمكان أي مواطن تقدم بطلب لدى أي شركة من شركات الكهرباء واختيار الخيار الأول مثلا صافي القيمة، أنه بده يركب نظام طاقة شمسية على سطح بيته ويتم التعامل معه على صافي القيمة أو من خلال موقع غير موقع بيته، يعني زي سابقا يسموه العبور. نعم نعم. في عندك كمان الخيار الثاني اللي هو التصدير السفري، يعني بإمكان أي قطاع أو أي مشترك أو صاحب مصنع أو صاحب متجر أنه يركب نظام طاقة شمسية بحيث أنه يعمل عليه رقابة وكنترول ويولد الكمية اللي هو بحاجة إلها لغايات استهلاكه وما يصدر على الشبكة أي كيلو من هذه الطاقة المولدة. هذا نعم. اسمه التصدير السفري. نعم. طب يعني بالله نوقف عند التصدير الصفري، طب يعني إذا ولد أكثر من حاجته وين بروح أنا ذول؟ اليوم هو ليش أنا قلت لك يعمل رقابة وكنترول على نظام الطاقة الشمسية بحيث أنه يكون عنده إنفيرتر مفتاح بحيث أنه ما يخلي أي كيلو يصدر على الشبكة، وإذا صدر على الشبكة أي كيلو لن يتم المحاسبة على هذه الكمية المصدرة. نعم. لأنه اليوم أنا أنت رحت اخترت هذا الخيار وقلت لي أنا بدي أركب نظام تصدير صفري وافقت لك على الكمية كاملة. يعني بتصدير صفري معناها يعني حاجتي من الكهرباء، بدي أولد حاجتي من الكهرباء. تولد حاجتك من الكهرباء بحيث أنك تستخدم لغايات الاستهلاك كامل. نعم. هلا بيجيك يوم ما ولد الكمية اللي بدك إياها وبحاجة أنت للشبكة الكهربائية، بإمكانك أنه إحنا نورد لك كهرباء على مصنعك وبتحاسب عليها حسب التعرفة. لكن أنا إذا أنت قدرت لي إشي على شبكة الكهرباء لن يتم المحاسبة عليه. نعم واضح. برضو كمان سمحنا بمجال التخزين، يعني اليوم أنت بتركب نظام طاقة شمسية بقدرة معينة وبإمكانك تضيف بطاريات لغايات أنه تظلك أنت مستقر وتحافظ على كمية الطاقة اللي أنت ولدتها، وإذا زاد عندك شيء ممكن تحوله للبطاريات وتستخدمه أثناء ما تكون أنت بحاجة لكمية أكثر من الاستهلاك. نعم. طب أنا يعني مش شايف أنه في شيء جديد، هذا نفس النظام القديم مش هيك؟ لا، النظام القديم أخي أبو هيثم كان ما كان فيه تخزين وما كان فيه التصدير السفري.
وكان صافي قياس، يعني انت بتولد كيلو كهرباء وبحاسبك عليه انا بسعر كلفة النظام. اليوم لا، انت بتولد 100 كيلو وبتستهلك 110، في فرق بالحساب. القطاع المنزلي بشتري منك الكمية المولدة بخمس قروش وببيعك حسب تعرفة القطاع المنزلي. اي نعم اي نعم. وكمان اليوم هذا النظام سيتيح لكل المشتركين الاستفادة من أنظمة الطاقة المتجددة، يعني راح نفتح المجال بحيث أنه الكل يستفيد، وإذا كان بحاجة أنه يركب نظام طاقة شمسية يركب. بالإضافة أنه اليوم إحنا الأردن كما تعلم أخي أبو هيثم أنه إحنا يعني متابعين للتكنولوجيا المتطورة والسريعة في العالم. نعم. الطاقة المتجددة بلشنا فيها بال 2014 ب1%، واليوم وصلنا ل 29%. نعم. هذا ندل على شيء انه يعني الحمد لله انه بلدنا بخير وصباقة، والاطلاع على العالم كيف تشتغل والتعديل على الأنظمة والقوانين، هذا يعني شيء صحي بصراحة انه احنا نمشي مع التطورات اللي تصير بالعالم. يعني مهندس زياد بالمناسبه احنا بيصلنا من الناس انه كل اللي ركبوا الطاقه الشمسيه مبسوطين، يعني اول شغله بقول لك انه والله كانت تجيني الفاتوره 100 دينار صارت تجيني ليرتين او دينار او صفر، يعني مبسوطين بانه يعني مجديه للمنازل تحديدا قاعد بحكي انا، اللي ركب المنازل المواطنين اللي عندهم ركبوا لمنازلهم مبسوطين بالطاقة توليد الطاقة، لأنه يعني خلص بقول لك أنه كنت أنا عندي أعباء فاتورة شهرية صارت صفر مثلا. نعم صحيح أبو هيثم، اليوم هو شيء مجدي لكل مشتري أنه يخفف من كلف الطاقة على نفسه. واليوم إحنا يعني لما تعدل القانون وصدرت فيه إرادة ملكية قبل شهرين أو ثلاثة أشهر، وكل قانون لازم يصدر عنه نظام أو أنظمة حتى أنه يساعد مشتركينا ومواطنينا الأردنيين بالاستفادة من هذه الحوافز اللي بتوفر عليهم كلفة الطاقة. واليوم أنا شخصي بدي أقول لك أني راح أركب على النظام الجديد، أنا ما ركبت على النظام الجديد. شو السبب أنك أنت بدك تركب على النظام الجديد؟ شو الامتيازات يعني؟ ما في مش على الامتيازات، حتى اني اكون يعني اول واحد احط النظام يركب على النظام الجديد. اذا بتركب بركب، هو ما في فرق. اليوم انا بدي اقول لك القطاع المنزلي كنا ناخذ بدل خدمات دينارين، اليوم بدنا ناخذ دينار. ما زياد، نعم سيدي، اذا بتركب بركب، انا بقول لك ركب، بدك اودي لك شركه معينه كمان انا جاهز. ما هو اصلا عشان تودي لي شركه معينه انك انت بتعرف مين هم الشاطرين. احنا سيدي ان شاء الله ان نكون مع كل مواطنينا، يعني وانت اخ عزيز ابو هيثم الله يعزك الله يسلمك، راح نكون جاهزين. يعني احنا زي ما حكينا مهندس زياد بعد اذن حضرتك، زي ما حكينا انه هذا الموضوع مجدي جدا للناس، ما اجانا ولا اي شكوى عليه، يعني من يوم ما انفتح المجال من خلال هيئة تنظيم قطاع الطاقة بانه الناس تقدر تولد طاقة شمسية وتوفر حالها كهرباء، يعني الناس مبسوطة وسعيدين جدا بأنه يعني هو طبعا حتى أنا مبسوط أكثر بأنه الآن سمعت أنه الشركات بتقسط كمان، يعني مش أنه بتدفع مبلغ المبلغ التركيب كامل، بقسطه كمان، هاي ممتازة للناس. يعني هم اليوم شكرا لهم لأصحاب شركات الطاقة المتجددة القطاع الخاص على هاي الميزة اللي بيقدموها للمواطنين الأردنيين، انه اليوم انت استهلاكك كان هالقد، ادفع لي استهلاكك على مدار سنة او سنتين بحيث اني انا اركب لك نظام طاقة شمسية بالتقسيط. اللي بدي احكيه كمان اخي ابو هيثم من خلال اذاعتك انه احنا اليوم موافقات الطاقة المتجددة اعتبارا الطلبات التي قدمت من 1/6 وطالع، ستكون الموافقات من خلال لجنة مشكلة في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بشراكة أعضاء اللجنة من وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الثلاث، والموافقات تصدر للمشتركين من خلال هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
طيب السؤال انه في فرق بين النظام القديم والجديد بمتطلبات الحصول على رخصة للطاقة، توليد الطاقة بالمنازل، فيش جديد يعني بنظام الموافقات مثلا؟ لا سيدي، نظام الموافقات اليوم بتقدم المشترك لدى شركة الكهرباء المعنية، يقول انه انا بدي نظام قدرته كيلو 2 كيلو 5 كيلو، حسب طبعا حسب الشركات هي اللي بتوصله قديش كم كيلو يعني. لا اليوم تغير النهج، اليوم في لجنة مشكلة في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن هي اللي بتوصي بالموافقة على القدرة الفلانية، ويتم إصدار القرار من خلال هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لشركة الكهرباء المعنية انه الموافقة على تركيب نظام طاقة شمسية لأخوي أبو هيثم بقدرة 5 كيلو مثلا. طب هم ما هم بعرفوش بيتي كيف لحالهم يعني بقرروا؟ لا، ما انت بدك تقدم طلب لدى شركة الكهرباء والطلب بيجي على الهيئة، وراح هذا الموضوع راح ينحط له أسس وينحط له فترات، وفي دليل انه اليوم انت بتقدم بتاريخ كذا تحصل على الموافقة بتاريخ كذا، بحيث انه ما يكون في تأخير بالطلبات. بالإضافة انه توزيع أنظمة الطاقة الشمسية حسب الطالبين بعدالة بين كل المواطنين. طب قاعد بيصلنا وحضرتك معنا مهندس زياد من المواطنين، أنا قاعد بتابع من خلال التواصل الاجتماعي كامل لبرنامج الوكيل، في بعض الاستفسارات المواطنين بيقولوا في دعم للي بركب طاقة شمسية. اليوم النظام السابق والنظام الجديد، احنا اليوم اللي عنده نظام طاقة شمسية 3.6 فهو مدعوم. نعم، فوق 3.6 غير مدعوم، اللي هي يعني طاقة منازل يعني، هاي ولا مصانع ولا شركات ولا؟ لا لا منازل، ما هو يعني المنزل 3.6 يعني ما في مصنع راح يكون اقل من 100 200. أيوة كيلو. نعم نعم، احنا بنحكي عن القطاع المنزلي. نعم، انه المواطن الاردني اللي دخله متوسط واستهلاكه يصل الى 700 800 كيلو هو يقدم له الدعم من خلال التعرفة الكهربائية. شو الدعم؟ لا الدعم اللي هو يعني اليوم مش احنا عندنا تعرفة مدعومة وتعرفة غير مدعومة؟ نعم، اليوم اللي عنده نظام طاقة شمسية 3.6 فما دون، نعم، فهو يروح للتعرفة المدعومة. إذا استهلك فوق قدرة نظامه. يعني بمعنى انه اللي بده يركب طاقة شمسية ولغاية 3.6 فما دون يعني له دعم خاص، واللي من 3.6 تعرفة الكهربائية فما فوق بالنسبة للتعرفة، لانه اصلا هي في تعرفة حتى الطاقة الشمسية ونظامها بالبيت بتتولد الكهرباء، يعني شركة الكهرباء في تعرفة هي بترجع الفاتورة زي منه له، مش هيك؟ ايوه بالضبط. طيب سيدي، يعني وضحت الصورة هيك، وهو لأنه إجانا استفسارات كثير، بس أنا يعني شايف الأمور لصالح المواطن كله، حتى ببعض التعليمات القديمة والتعليمات الجديدة، هو يعني صار اللهم أنه يعني فتحته مجال للي عارف طاقته قديش كهربائيا ممكن أنه يركب طاقة شمسية، لا إله ولا عليه يعني بالضبط بأخذ. نعم نعم عسى أبو هيثم، إحنا اليوم المجال مفتوح، وبالإضافة أنه في أي استفسار بإمكان التواصل معنا بأي لحظة، وإحنا جاهزين من خلال إذاعتك للإجابة على استفسارات إخواننا المواطنين بأي وقت. طيب فرصة أنه حضرتك معنا مهندس زياد، وأشكرك كمان نيابة عن المواطنين اللي معهم سيارات كهرباء، أنه أنت كثير مركز في موضوع تركيب عدادات المركبات الكهربائية بالمنازل، هل هناك تعليمات جديدة؟ إذا سمحت حدثنا عن البرنامج، شو الجديد؟ اليوم ما في، هو صدر تعليمات لغايات او تشريعات لغايات انشاء محطات شحن المركبات. القطاع المنزلي اوقفنا العدادات في الاسكانات والعمارات، واستثنينا المنازل المستقله، انه يعني المنزل المستقل بامكان اي مواطن مراجعه هيئه تنظيم قطاع الطاقه والمعادن بتركيب عداد شحن لمركبته. هلا الاسكانات بامكانه مراجعه الهيئه ودراسه كل كيس بكيسه. نعم نعم، يعني ما هو هيك، لانه العماره السكنيه بيكون فيها عدد من السكان عشان يعرف بالضبط.
بالضبط. على اليوم عندي 10 شقق في 10 عدادات، إذا أفرض أنه العشرة طبعا فيش بيت فيه أقل من سيارتين. نعم. إذا بدك تقول 10 شقق بعشرين سيارة، هي صار عندي 30 عداد بنفس العمارة، فمعناته كل إسكان بدي أحط فيه محطة تحويل وبدي أعمل فيه محطة شحن خاصة للعمارة. يعني هي صعبة. بالتالي عشان هيك ندرس كل حالة بحالتها. طيب يعني حكينا سابقا مهندس زياد مدام نحكي عن شحن السيارات الكهربائية، بأنه كثير كمان أنت ركزت على أنه يكون متوافر محطات شحن للسيارات الكهربائية بين المحافظات، وين وصلنا في هذا الموضوع؟ اليوم أخي أبو هيثم إحنا لدينا محطات قائمة شغالة، وصلنا لرقم تقريبا 80 محطة عامة. نعم. أصدرنا تصاريح تجاوز العدد 370 تصريح، يعني محطات عامة تحت الإنشاء، وإن شاء الله مع نهاية هذا العام إحنا كل أسبوع بيزيد العدد، لأنه اليوم إنشاء المحطات بتأخذ تقريبا 6 أشهر. إن شاء الله مع نهاية العام راح يكون عندنا عدد وافي. عندنا الابليكيشن تطبيق من خلال هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالوصول إلى أقرب محطة شحن لموقعك. نعم. موجود على موقع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، مستمرين باستقبال الطلبات وتحفيز أصحاب هذه المحطات بسرعة بإنجاز واستخدام تكنولوجيا سريعة لتوفير خدمة آمنة لأصحاب السيارات الكهربائية. يعني بالمناسبة في صديقي بشار عزة مرجي، مجموعة عزة مرجي معروفة، يعني خلنا نعملهم دعاية ما شاء الله عليهم، يعني هم ببعث لي بشار عزة مرجي بيقول لي احنا احسن ناس بالطاقة المتجددة يعني كنظام بالأردن، يعني واضح انه في اقبال من الناس وكنسبة تناسب الناس مقبل عليه كثير. يعني اول شيء هاي تكنولوجيا يعني موجودة في كل العالم. هلأ الحافز أو الميزة بالخدمة. نعم. أما التكنولوجيا هي واحدة. نعم نعم. طيب معناته بجوز هو بقصد أنه بقول إحنا أحسن ناس بالطاقة المتجددة، لما قلت أنا وياك بدنا نركب طاقة متجددة راح نتوسط لك عنده. هذا بدي شدنا عليه. لا أنا بمول عليه، راح نرتب لي ولك سعر خاص خلاص. شكرا لك. كل الاحترام لحضرتك المهندس زياد السعيد، رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، على التوضيح. شكرا.